قال يوم يفرق الراك راك الراك كان قاب قوسين اخويا ايوب باش يكون ياخذ احد بطاقتين ديال الصعود. الراك ما بعد قبل التوقف ماشي هو الراك من بعد التوقف. الراك ما دار تعادلات بزاف في الميدان ديالو خارج الميدان ديالو. الراك في 30 ماتش وصل الرتبه الرابعه في 46 نقطه 14 الماتشات خسر ربعه ولكن تعادل 16 ماتش ماركا 27 بيتو تماركو عليه 18 من ابرز الهدافين ديالو هو يونس بامولا ولاعب يونس الكعبي. الراسي البيضاوي اللي كان في البدايه ديال الموسم كان في الصفوف الاولى مرات يكون هو الاول مرات يكون هو الثاني ولكن بعد التوقف تاثر بزاف بزاف باصابات اللاعبين لا بالكوفيد ولا الاصابات ديال اللاعبين لا محمد السيمو ولا عاتق شهاب الكابتن دي كيف اللي اثروا على المستوى ديال اللاعبين. كذلك غياب التنافسيه اللياقه البدنيه ديال اللاعبين مابقاش كما كانت في الاول هذا هو وكذلك المشكله ايوب ديال عدم تسجيل الاهداف اللي كان يعاني منه المدرب محمد شاهد اللي بذل بزاف المرات الخطط باش يشوف واش الناجعه الهجوميه غتحسن ولكن نفس المشكل. لعب بزاف كما لعب بزاف الخطط كما قلنا بعض المرات يلعب بيوس كعبي كافاسونتر بعض المرات يلعب بحمزه المجدي بعض المرات يلعب بيوس بامولا بعض المرات بياسين جناح ولكن المشكل هو المشكل. مورا التوقف لعب 8 الماتشات ربح 2 الماتشات ربح الكوكب خارج الملعب ديالو وربح شباب الريف الحسيمي خارج الملعب ديالو ولكن في الملعب ديال بلجيكو ما كانش يربح كان اما تيخسر ولا التعادل. هذا هو اللي اثر على المستوى ديال ولا المؤدى العام ديال فريق راسي البيضاوي اللي ما خلاهش يكون من بين الفرق اللي صعدوا للقسم الوطني الاول كان تينافس فريق شباب محمديه اولمبيك تشيرا المغرب فاتي وكذا كان شباب السوالم. البرنامج المقبل ايوب اليوم غيتوصلوا اللعابه بالبرنامج الكامل انت غيترينيو بالنسبه لميركاتو ايوب كاين غموض يعني الميركاتو ما كاينش شي اسم اللي مطروح على الطاوله ديال المكتب الموسمي ديال فريق الراسين البيضاوي باقي ما سمعنا حتى شي لعاب. كان لي حديث مع الكاتب العام قال لك الميركاتو حنا ملي عطوا البرنامج عادي بانوا اللعابه اللي غيمشي واللعابه اللي غيجيو فريق راسين البيضاوي والمشروع ديالهم اللي ما تاثرش لهم هذا الموسم هذا غيلعبوا لي العام الجاي رغم انها تكون صعيبه كعارف الفرق اللي كاينين في دوزيام ديفيزيون دابا لا الكوكب لا القنيطره لا اخريب قال ابن بلال لا الراك. هذه بالنسبه للمصادر فريق الراسين البيضاوي. بالنسبه للمركز التكوين باقى الاشغال متوقفه فيه تيقول الكاتب العام بانه غيبدا مع بدايه الموسم اللي غيجي ان شاء الله غيبدا الاشغال باش يكون كامل ولكن توقف ديال المنافسه توقف ديال العمل في المركز ديال التكوين خلى هاد الاشغال تعطل باقي لحد الان باقي ما تصلحوش لي فيستيار باقي ما صلحاش الاداره. هذا الشيء اللي غيخلينا نشوفوا حتى العام الجاي ان شاء الله عاد يكون كامل هذا المركز التكوين. بالنسبه للمسائل الماليه ايوب كما تنقولوا ماندوزا ما تيخليش شي حاجه للصدفه اللاعبين واخدين فلوسهم لا لي بريم لا الاجور نعم. اجور هذا هو المشكل اللي ما عمر اللاعبين ديال الفريق الراسي البيضاوي تشكوا منه. هذه خبيره ديال فريق الراك اللي غير مقبل على موسم شاق وموسم غيكون طويل. اللاعبين اللي كانوا مصابين بداوا يرجعوا بحال انس تاكناوتي وبحال اللاعب حلوم سيمو الحيمر اللي سالي الموسم غيبدا في الترويض وبدا يتدرب نعم غيكون عنده برنامج تدريبي خاص اخويا ايوب. شكرا لك هشام. نستمعوا لمحمد شهيد مدرب الراك يعطي خلاصه لهذا الموسم الكروي. هذا الموسم هذا كان موسم استثنائي، إلا لاحظتي أننا في البداية كناش من الفرق اللي كتعلن على الصعود ديالها، مع توالي الدورات وبالأخص في الفترة اللي فزنا فيها في 5 المقابلات المتتالية، يعني بدات كيتضح لنا بأن عندنا فريق اللي نقدروا نصعدوا به للقسم الوطني الأول، وبالأحرى المقابلة اللي كنا جريناها في كأس العرش مع المغرب التطواني اللي عطاتنا واحد نظرة جيدة عن المجموعة وبأن قلنا عندنا فريق، ولكن المرحلة ديال الحجر الصحي، هذا الوباء هذا اللي تصاب به المغرب، يعني كان عنده واحد
كثير على فريق الراسينغ البيضاوي. الى جينا نحسبوا العدد ديال اللاعبين اللي تصابوا بهذا كتلقى 21 لاعب، كاين اللي تصاب وكاين اللي عاود ثاني وتشافى عاود ثاني تصاب من جديد. وملي تفقد لاعب راه كتفقدو واحد 14 يوم كيخضع للراحه والتطبيب باش يرجع عندك، يعني خصك بزاف ديال الوقت باش يرجع في هذاك الايقاع اللي كان فيه. بالنسبه ليا هذه السنه كيقلت لك وكانت سنه استثنائيه، ما حالفناش فيها الحظ، ولكن حققنا المبتغى هو اننا كسبنا شبان هما اللي غيكونوا الركائز ديال الفريق السنه المقبله. ومن فهاد المنبر هذا كنهني الفرق اللي صعدات، لا فريق شباب محمديه ولا فريق المغرب الفاسي، وكنتاسف للفرق اللي نزلات القسم الهوات، لا شباب الريف الحسيمي ولا اتحاد سيدي قاسم، ولكن ما كتكونش هذه النهايه ديال كره القدم.